ومن واشنطن ينضم إلينا أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون الدكتور إدموند غريب. دكتور إدموند، بعد التحية، لماذا تحذر الولايات المتحدة الآن في هذا التوقيت من عودة جماعات إرهابية مجددا إلى أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟ الاعتقاد السائد لدى العديد من الخبراء والعسكريين على الأقل القريبين من فكر المؤسسة الأمريكية هو أن طالبان لا يزال هناك الكثير من الأسئلة حول مواقفها الحقيقية وحول سياساتها ودورها، وإذا كانت فعلا قد تغيرت أم لا. طبعا التصريحات التي تعطيها الطالبان ويتحدث عنها المتحدثون باسمها تظهر بأن هناك متغيرات، فهي تتحدث بأن تريد علاقات جيدة مع كل دول العالم، تريد أن تكون هناك حكومة تمثل القوى الأساسية في على الأرض في أفغانستان، تقول بأنها حق المرأة في التعليم وفي العمل أيضا. طبعا لن يكون هناك تعليم مختلط، ولكن هذا محترم، أن الدبلوماسيين والسفراء الأجانب مرحب بهم، وأن الإرهاب لن يسمح له مرة ثانية في استخدام الأراضي الأفغانية وإلحاق الأذى بدول أخرى. ولكن رغم كل ذلك فإن هناك حذر كبير، هناك شكوك لدى الدوائر الأمريكية، وهناك انقسام في هذا حول هذا الرأي. هناك من يعتقد بأن طالبان قد تعلمت كثيرا من السنوات العشرين الماضية، وأن أظهرت بأن هناك حاجة لتغيير بعض مواقفها ورؤيتها لعلاقتها مع الداخل ومع الخارج. بالتالي هنا دكتور إدموند، نعم أنت تقودنا، نعم أنصار أقوياء، نعم تقودنا إلى السؤال الكبير في هذه المقابلة، وأنها ستفتح أبوابها أمام القاعدة. صحيح أنها لديها مشاكل مع تنظيم داعش خراسان، ولكن العديد من المنظمات المتشددة قد تعود لتجد لها مأوى في أفغانستان، وبالتالي فإنه يجب التعامل مع أي حكومة تشكلها الطالبان بحذر، وأنه يجب انتظار أفعالها ورؤية أفعالها بدلا من أقوالها. ولذلك أعتقد أنه لا يزال هناك. طيب دكتور إدموند، هل تسمعنا؟ دكتور، بالتالي هنا السؤال، هل الولايات المتحدة تبحث عن باب جديد تدخل منه إلى أفغانستان مجددا بعد هذه التصريحات للجنرال ميلي؟ يعني إذا سمعت السؤال فهو أن الولايات المتحدة طبعا من ناحية كان هناك بعض التعاون بينها وبين طالبان، مثلا عندما هناك في الأيام الأخيرة هنا يقال بأن الطالبان ساعدت على إخراج بعض الأمريكيين من أفغانستان وبعض حتى المتعاونين مع الأمريكيين من الأفغان. هناك أيضا كانت أنباء بأن حوالي 1000 عنصر من القوات الخاصة تم إخراجهم مع أسرهم من إحدى القواعد الأفغانية، وهناك كثيرون هنا يتساءلوا هل تم ذلك بدون تعاون أو بدون على الأقل نوع من القبول من قبل الطالبان، لأن هذه ستكون عملية كبيرة جدا. وبالتالي فإن هذه المسائل لا تزال قائمة. أيضا هناك نوع من الازدواجية في التعامل، بمعنى أنه في الوقت الذي لا تزال توجد تجميد أو تعليق للأرصدة المالية الأفغانية في الولايات المتحدة، هناك الآن حوالي 9 مليارات دولار هي معلقة ولن ترسل إلى أفغانستان، وأيضا كانت هناك ضغوط على البنك الدولي لكي لا يرسل مساعدات، خاصة لصندوق النقد الذي كان ينوي إرسال حوالي 350 مليون دولار. ولكن في نفس الوقت مثلا قبل يومين رأينا أن وزارة المالية الأمريكية قامت بالسماح بإرسال مساعدات غذائية، أدوية إنسانية إجمالا إلى أفغانستان، وأن الولايات المتحدة لا تريد أن تعاقب الشعب الأفغاني، وأن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية. وبالتالي فأن هذا أيضا يفسر هنا على أنه
فيه نوع من الازدواجية، أي بمعنى أن هناك رغبة في الحفاظ على علاقة ما، ولكن لا يزال هناك رفض للاعتراف في هذه المرحلة إلى أن تتجلى الأمور. هناك رؤية أخرى أيضا، هناك من ناحية أيضا خلاف حول مستقبل علاقات طالبان مع مثلا الصين، مع روسيا، مع إيران. مع باكستان يعتقد الجميع أنها ستكون علاقة جيدة، ولكن مع الصين هناك الأويغور مثلا الذين لديهم بعض الوجود في وتدعمهم بعض جماعات الطالبان وأيضا داعش خراسان. هؤلاء طبعا إذا سمح لهم بالعمل فإن هذا سيغضب الصين. من نفس الوقت الطالبان تقول أنها تحتاج الصين ستكون الدولة الأولى التي ستساعدها على إعادة البناء والاستثمار، وبالتالي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون الدكتور إدموند غريب كنت معنا من العاصمة واشنطن، شكرا جزيلا لك.